صدقت حلمي وبدأت. قالوا عني زمان موهم بيضيع وقت لا يوم سلم. رحبوا معي أعزائي المشاهدين في ضيفي وضيف حلقتكم لهذا الأسبوع مع الدكتور محمود عبد الفتاح صاحب ومدير عام صيدلية أورنج في إمارة أبوظبي. يعني بداية دكتور محمود مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا بك، شكرا على زواجك وشرفتونا ونورتونا. الله يسلم بيك. يعني دكتور محمود كما جرت العادة في برنامجنا برنامج كفاءات من الإمارات وكلنا زايد، يعني أن نرجع للبدايات نحكي عن يعني عن بدايتك وطفولتك ونشأتك يعني يعني خلال حياتك العلمية والعملية، تفضل. إيه والله أنا من مواليد 82. نعم. والحمد لله كنا متفوقين نوعا ما. نعم. في المراحل الدراسية. نعم. بفضل الله وجيت هنا الإمارات تقريبا 2008. نعم. بدأنا كموظف بسيط عادي والحمد لله بفضل الله يعني مجرد 4 سنين اشتغلت كموظف، وفيما بعد الحمد لله بدأت بيزنس الخاص أنا في 2012. نعم. يعني ألمس تقريبا دلوقتي بقى لي 8 سنين والحمد لله. اوكي الله. يعني دكتور محمود يعني نتكلم الآن عن صيدلية أورنج، يعني يعني كيف اجتك فكرة هذا المشروع يعني وصولا الى هذا المكان، ولماذا اخترت دولة الإمارات العربية المتحدة يعني مع انه كان لك دول كثيرة ومتاحة يعني سواء كان في في الشرق الأوسط او في دول العالم، لماذا بالتحديد دولة الإمارات العربية؟ لا، الإمارات لها طابع خاص في التعامل مع المستثمرين في تسهيل الإجراءات. يعني انا يوم ما فكرت افتح صيدلية فكرة جت لي تقريبا مجرد ما خلصت شغلي بمكان قديم كنت بشتغل فيه. نعم. فكرة جات لي تاني يوم ليتس جو، يعني في أيام كنا. نعم. خلصنا كل الإجراءات. نعم. فالتسهيلات هنا وفرت على الواحد، شجعت الواحد أكتر. دكتور محمود ايضا نتكلم عن صيدلية أورنج في إمارة أبوظبي، يعني ما هي الخدمات التي تقدمونها من داخل هذه الصيدلية؟ يعني وما شاء الله يعني انا يعني الان كاميرا سما الخليج سوف تستعرض بعض من اللقطات الجميلة من داخل هذه الصيدلية، الى انها يعني انا ملاحظ انه يوجد ايضا يعني في سكن كير للحفاظ للبشرة وفي مواد تجميل، يعني هي مشروع اكبر من صيدلية. وما شاء الله عليك يعني انت كمان عم تشتغل بايدك متواجد يعني ايضا في الصيدلية يعني 24 ساعة من أول ما تفتح لحد ما تسكر. يعني شو نسألك يعني يعني في منافسة أكيد شريفة وعالية في هذا المجال في دولة الإمارات العربية المتحدة، يعني أين تجد نفسك في هاي المنافسة؟ والله المنافسة موجودة، بس الرصيد الوحيد أو الشيء الوحيد اللي صبرت ليك ثقة الكاستمر فيك. يعني إذا بيجي لك واحد عنده برد عنده أي كانت مشكلة، ما بيكونش الغرض الأساسي إنك تدي له حاجة مثلا توجد بروفيت ولا to raise your sales ولا كلا. نعم. الغرض الأساسي لو بدرهم. نعم. بس هيستفيد منها. نعم. فده اللي خلى الناس عندهم ثقة معانا. نعم. بيتعاملوا معانا. نعم. حتى إيفل لو من مكان بعيد بيرجعونا تاني. نعم. يعني من خلال جولتنا الإعلامية أيضا في إمارة أبوظبي يعني وجدنا صيدلية أورنج تمتاز بشعبية عالية، يعني يعني السؤال كيف يعني كيف كسبت ثقة الناس يعني لوصولا يعني اللي يجوك على؟ والله زي ما حكيت لحضرتك الثقة، واللي هو ما بنبصش على البروفيت على قد ما بنبص على مصلحة البيشنت نفسه. نعم. وفي نفس الوقت الحاجات اللي هي فري برايس او بتقدر تحدد انت سعرها. نعم. البروفيت اللي بنحط المارجن بتاعتنا، يعني معظم الصيدليات بتحط مارجن بين 20 و 30%. يس. احنا بنعامل الحاجات اللي هي الفري برايس نفس معاملة حليب الاطفال. نعم. يعني بنضيف درهم درهمين عليه. نعم. بس عشان نسهل وجودها. نعم. يعني ما يجيش كاستمر يسألك على حاجة ويقول لك لا، تقول لا مش موجود عندي. نعم. فبنا عاملينها كسيرفيس بلاس الأدوية. الأدوية سعرها فيكسد، وفي ايدينا احنا كان بنعمل خصم لو ما بنشوف حد بالضبط كده. من هنا قررت بعد ما فكر امشي عالصعب، وعرفت انا لما كبرت ان اللي تفكر في أزمة كان خوفك منه ملوش لازمة، وأديك عالصعب قدرت. واللي زمان ضحكوا عليك شوفهم دلوقتي بيداروا كسوفهم، ورهنوا عليك تخسروا وكسبت. أنا ابن مصر، أنا ضد الكسر، أنا رافع راسي تملي الفوق طول العمر. أنا ابن مصر، قلبي نسر، مقدرش بس الصدمات بتقوي ومش بت
تهد شفت يا زمان ومواقف ملهاش عد بس الصدمات. أيضا وما هي رؤيتك المستقبلية إن شاء الله خلال 5 سنوات قادمة بإذن الله؟ إن شاء الله تعالى إحنا بنأمل إن شاء الله يا رب على البلد الطيبة ديت يكون عندنا فرع تاني في التاريخ إن شاء الله تعالى. إحنا حاليا بس أورنج في أبوظبي معسكر النهيان، وبنأمل لكلنا كتير من أصدقائنا بيشجعونا اللي إحنا نفتح فرع في العين، فإن شاء الله سون الاسم عندنا يعني براندد ما شاء الله، فربنا وفقنا في اختيار الاسم وإحنا وش اللي إحنا نفتح كذا فرع إن شاء الله تعالى. إن شاء الله يعني إحنا كمان نتمنى لك التوفيق ومزيد من النجاح والتقدم إن شاء الله بإذن الله. يعني أيضا يعني ما هي طريقة اختيارك للستاف الموجود عندك يعني في من داخل هذا السنة؟ الستاف هنا مش كاختيار لي أنا شخصي، هنا هيئة الصحة حاطة معايير وشروط لأي حد يشتغل، يعني مش مجرد إنك تكون مثلا مرخص من الدولة اللي أنت موجود فيها أو درست فيها، لا أنت بتجي هنا وبتدرس كأنك بتدرس من الأول خالص كأنك تعمل هنا، وده بيجي من حرص هيئة الصحة دائرة الصحة على حياة المواطنين والمقيمين هنا، لأن أغلى شيء بنتعامل فيه يعني one mistake كان كوز مثلا death يعني critical care يعني. فعشان كده ميل الشهادات، ميل لازم يكون مرخص من دائرة الصحة بلس السي في اخر حاجه بنبص فيها، بس لو الشهادات واللي بالظبط كده. لكن اي ستاف بيجي بتقدر انت تعمل له ايه تشكيل زي ما انت عايز او بتوجهه بتساعده ازاي دي، بس مين للحاجات اللي هي الاساسيه ما شاء الله الدوله هي اللي يعتبر عامله لها حدود ليها. يعني دكتور محمود يعني انت من جيل الشباب يعني نعتز ونفتخر فيك يعني وفيك روح الشباب يعني. يعني ايضا ماذا تنصح الشباب يعني المقبلين على العمل في دوله الامارات؟ والله يعني جو أهد، لأن فعلا من أأمن الدول الموجودة، مش عايز أقول لك على الكرة الأرضية في حالها، يعني زي ما بقوله مثلا فعلا أنا فيه أمن وأمان هنا ما شفتوش بأي مكان. يعني سؤال الأمن الأمان يعني يعني أيضا يعني كما تعلم والكل يعلم أن دولة الإمارات العربية المتحدة والحمد لله تنعم في منظومتين، نعمة الأمن والأمان، يعني أينما وجد الأمان وجد الاستثمار والاستقرار. يعني يعني عن هذه المنظومة ماذا تنصح المستثمرين اللي بالخارج الذين يريدون الاستثمار داخل دولة الإمارات العربية؟ الإمارات تعتبر رقم واحد، يعني بقول لك على موقف مش عارف إذا بتصدقني ولا لا. والله العظيم القرآن شغال، أكثر من مرة مرتين ثلاثة بمشي وبنسى البيت، بنسى باب الصيدليه مفتوح. تخيل واللي فكرني بالصبح كاستمر تلاقيه بيتصل لي هيك الصيدليه مفتوح وانت مش موجود، اقول لهم ازاي؟ فبفتكر ان انا فعلا ما قفلتهاش من الليل ولا اي شيء بيحصل، يعني كاني فعلا وكاننا في المدينه الفاضله. يعني ايضا دكتور محمود وقت البرنامج يداهمنا، يعني ايضا ما هي اهم المبادرات التي قامت بها يعني صيدليه اورنج يعني بالتعاون مع شركاء لكم يعني من داخل؟ والله في الوقت الحالي ده يعتبر اقرب حاجه لنا دلوقتي اللي هي اجهزه الشرطه، يعني الله يكتر خيرهم ما شاء الله، يعني 24 ساعه واحنا بحكم اللي احنا معطينا تصريح الايام دي اللي احنا نشتغل ايفن 24 ساعه. كتير دوريات بتمر من عندنا، فبنحاول يعني لو نساهم معهم بأي شيء توفير جلافزات معهم، ماسكات، معقمات، بلس برضو بالبابليك بيبل أي حد بيجي بيسأل على ماسك أو على جلافز ومن غير ما يكون محتاج أو حتى إيه اللي هو مش قادر يدفع ثمنه نقول له خليه معك كسيفتي، إذا حتى بتروح أي مكان استعمله، أي مكان كراودد استعمله. فما شاء الله يا رب وكله يعني زي نقول كله من خيرهم، فجزء بسيط من خيرهم اللي عندنا. وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة، يعني عن دور الزوجة يعني وكونها كانت الداعم النفسي لك خلال مسيرتك العلمية والعملية، يعني عن دعم زوجتك ماذا تحدث؟ والله فعلا سؤال فيه محله، فعلا تحملتني كتير، يعني أنا في أيام كنت بشتغل بنزل من الساعة 9 للساعة 1 بالليل وارجع ألاقيها كتر خيرها، يعني ستيل مستنيان كل شيء. ففعلا بنوجه لها الشكر ولكل إخواتي، حتى بالصدفة زي ما حكيت لحضرتك في الفاصل قبل البرنامج إخواتي كلهم في المجال الطبي ما شاء الله، يعني أخويا كان أخصائي طوارئ، أخويا التاني طبيب امتياز متخرج ما شاء الله، المدام طبيبة عناية مركزة، زوجة أخويا طبيبة كاردو، حتى في ظل اللي هي مثلا
الأزمة اللي احنا فيها دلوقتي، حتى عارضين عليا اللي هم يجوا يشتغلوا هنا حتى لو بشكل تطوعي. نعم. ففعلا لو في فرصة والله بعملها واجيبهم معايا. احنا بالعكس يعني احنا فخورين بوجودك معنا في برنامجنا، برنامج كفاءات وكلنا زايد ايضا يعني، ونتمناك التوفيق ومزيد من النجاح والتقدم يعني، ان شاء الله نجيك ان شاء الله على الفرع الثاني والثالث لصيدلية أورنج في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكن ضيف عزيز غالي على برنامجنا برنامج كفاءات وكلنا زايد. ونشكرك على دعمك السخي ايضا لهذه البرامج الوطنية الهادفة. يعني اعزائي المشاهدين، لا يسعني ان اتقدم بجزيل الشكر والعرفان الى الدكتور محمود عبد الفتاح صاحب ومدير عام صيدلية أورنج في إمارة ابو ظبي، وكل الشكر والتقدير والاحترام. ونشكرك على ايضا على حسن استقبالك لفريق التلفزيون. شكرا جزيلا. شكرا، شكرا على زواك. ومن خلال البرنامج بنحب نقدم رسالة شكر تقدير لكل سمو الشيوخ وحكام الدولة، أطال الله بعمرهم يا رب، ومن خلالك بدعم تدشين هاشتاج أنت محظوظ كونك على أرض الإمارات. فعلا يعني أنت بتعامل معاملة يعني أنا والله مش يعني مش بجامل ولا شيء، ممكن في بعض البلدان تتعامل من معاملتك أحسن في بلدك الأصل أنت موجود فيها. ففعلا عايزين نعمل هاشتاج أنت محظوظ كونك على أرض الإمارات. هنا صدقت حلمي وبدأت، قالوا عني زمان ما هم بيضيع وقت،